احنا قلنا دلوقتي الرئيس لما يكون البريديتور بيعمل ايد لمين؟ للبري. اللي بيحصل في البريديتور it gains energy، بياخد ايه؟ بياخد energy، وتبتدي الانرجي دي بيصلها ايه؟ ترانسفير لحد ما بيترن باك تو ايه؟ ذا سويس، بترجع تاني لمين؟ للسويس. قال لي طب عندي ميس كويتشن ايه؟ وات هابن؟ بيقول لي هنا وات هابن ذا رابتس او هيرز. احنا قلنا كلمه رابت هي ايكوال كلمه ايه؟ هيرز، تمام؟ قال لي ايه اللي هيحصل يا مستر رابت؟ ايه؟ اول ذا جراس وير ريموف، شلنا كل الجراس. هو ليس اصلا الرابت معتمد على مين؟ على الجراس. خلاص ما لقيش جراس، ايه اللي هيحصل؟ وودن فايند اني فود، ما فيش اي فود، هيحصل له ايه؟ بول داي على طول، تمام؟ في مشكله كده؟ قال لي طب كنت شايف تاني وات هابن، بيقول لي ايه؟ اول ذا جراس وير ريموف. لو احنا نيتش بصي عملنا ريموف لكل الجراس، هل الايجل بيعمل ايه للجراس؟ لا، بس يا ريت ديبند اون بيعتمد على انيمال ثانيه مالها بتعمل ايه لمين؟ للجراس. طيب خلاص ايه اللي هيحصل؟ قال لي بس في البدايه الايجل ماله؟ مش هيتاثر صح ولا لا؟ لكن بعد كده فود هيلاقي فود ايه شويه؟ صغيرين، تمام؟ طب احنا دلوقتي في مشكله في البودي ده؟ طب دلوقتي احنا هيومن صح؟ يبقى احنا كده بيبيوليشن. ليه بيبيوليشن؟ عشان احنا وان تايب، يعني ايه وان تايب؟ هيومن. هل فينا معانا دونكي؟ معانا دوب؟ لا. طب احنا لو جبنا جروب من الدوبز مع بعضها هنقول عليها بيبيوليشن. ايه ميس البيبيوليشن ده؟ البيبيوليشن ده بصي اتس ذا نمبر، هو نمبر بتاع الاورجانيزم، بس لازم يكونوا ايه؟ وان تايب اوف سبيشيز، يعني نوع واحد. ما ينفعش اقول مثلا هيومن مع رابتس كده بيبيوليشن، لا ما ينفعش. البيبيوليشن هي لازم تكون ايه؟ وان تايب. تاني ايه هي ميس البيبيوليشن؟ ايه؟ وان تايب. يعني ايه وان تايب؟ نوع واحد. يعني جروب من الدوج دول كده بيبيوليشن، جروب من الهورسز بيبيوليشن، جروب من الرابت بيبيوليشن، تمام؟ في مشكله كده؟ طيب دلوقتي يا ميس بصوا بقى، عشان ده الكوتشن ده بيجي لي في الساينتفك تيرم. بصي يقول لي it's the number of organisms of one type of species، على طول اقول له ايه؟ بيبيوليشن. طب هو احنا انت بتقولي البيبيوليشن دي ايه؟ نمبر، يعني ممكن يحصل لها انكريز او ايه؟ ديكريز. هقول عليها ايه بقى؟ بيبيوليشن تشينج. هقول عليها ايه؟ بيبيوليشن تشينج. يعني ايه ميكس بيبيوليشن تشينج؟ يعني النمبر بتاع السبيشيز دي يا اما بيحصل لها ايه؟ انكريز او هيجي لي سؤال سنتيفيك. ماشي؟ يبقى يا ميس النمبر بتاع البوبيوليشن لما بيحصل له انكريز او ديكريز بقول عليه بوبيوليشن ايه؟ تشينج. قال لي طيب دلوقتي يا ميس انت عايزه تقولي لي ان اول سبيشيز، كل السبيشيز، يعني ايه كلمه سبيشيز؟ يعني ليفنج اورجانيزم. كلمه سبيشيز يعني ايه؟ ليفنج اورجانيزم. مالها؟ ديبند اون، بتعتمد على ايه؟ على سبيشيز ثانيه، على ليفنج اورجانيزم ثانيه. فعشان كده يا ميس اي انكريز او ديكريز ايه اللي هيحصل؟ هيأثر على مين؟ على الفود ويب، تمام؟ فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ مش احنا دلوقتي انا قلت انا دلوقتي بلانت. البلانت ده في رابت بيعمل ايه لمين؟ للبلانت. مش الرابت ده ديبند اون عليا، بيعتمد عليا، وفي ايجل بيعمل ايه للرابت؟ يعني يا ميس كل السبيشيز مالها ديبند اون اتش اي اذر، معتمده على بعضها. في مشكله في الجزء ده؟ طيب خلاص دلوقتي زي ما احنا قلنا ان انا عندي فود ويب على اللاند، اون لاند عندي فود ويب ان ايه؟ ووتر، صح؟ في السي. طب الفود ويب اللي موجوده في السي بقول عليها ايه؟ مارين. السي بقول عليها ايه؟ مارين. بقول عليها ايه؟ مارين. قال لي بقى بصي يا ميس، انت عندك زي ما انت بتقولي ان انت عندك فود تشين موجوده في السي زي اللاند. طب مين فاكر احنا كنا بنبتدي من الفود تشين بايه؟ بالبروديوسرز. كنا بنبتدي منين؟ بالبروديوسرز. ما ينفعش يا ميس اي فود تشين تبتدي بحاجه غير مين؟ غير البروديوسر. قال لي طب البروديوسر بقى يا ميس اللي موجود في المارين مايكرو اورجانيزم. مايكرو ايه؟ اورجانيزم. اسمها مايكرو ايه؟ اورجانيزم. دي بتكون بروديوسر يا كندي، دي بتكون ايه؟ بروديوسر. يعني ايه ميس بروديوسر؟ يعني ميك اتس اون، ميك اتس اون ايه؟ فود. ريفيل البوك يا كندي. طب قال لي طب يا ميس دي موجوده فين؟ في المارين، هي دي البروديوسر. قال لي خلي بالك يا ميس بصي اتس تايني، يعني يا ميس بصي مالها؟ صغيره. وي كان سي ايه؟ باي ايه؟ باي اور ايز، مش بقدر اشوفها بالاي بتاعتي. قال لي طب موجوده فين؟ في الكولد ووتر ولا في الورم ووتر؟ قال لا دي في الكولد. موجوده فين؟ في الكولد. ايه الكولد ده؟ اللي ميس بتقولي دلوقتي
انا عندي المايكرو اورجانيزم اتس فيري تايم وي كان سي ات باي اور اي. موجوده فين يا ميس؟ في الكولد واتر. طيب يا ميس انت بتقولي عليها بروديوسر ليه؟ بريزن بيكوز دي كان ميك ذير اون طيب دلوقتي يا ميس مين اللي ديبند اون مين اللي بيعتمد على المايكرو اورجانيزم؟ السمول فيش. السمول فيش. طب السمول فيش دي يا ميس هتلاقي المايكرو اورجانيزم ازاي؟ اي ما خلي بالك المايكرو اورجانيزم دي بتفلوت على الايه؟ اون ذا سيرفيس اوف ذا سيستم طافيه. فالسمول فيش بتعمل لها ايه؟ يجي يا ميس بقى بصي السي بيرد. السي بيرد ده موجود فين؟ على الماونتن، على التوب اوف ماونتن، على الجبال. يجي يعمل بصي دايف. يعمل ايه يا ميس؟ يعمل بيك اب لمين؟ للفيش. يعني انت عايزه تقولي لي ان انت يا ميس المايكرو اورجانيزم ادي البروديوسر بيعتمد عليها الرقايه مين؟ الفيش. وادي يا ميس عندي السي بيرد بتعتمد على مين؟ على السمول السمول فيش. تمام؟ في مشكله كده؟ قال لي طب يا ميس بصي افرضي الوتر دي بقت كول مش كول، ايه اللي هيحصل؟ المايكرو اورجانيزم دي هي مش بتعرف تقعد غير فين؟ في الكولد وول. اول ما تلاقي يا ميس الوتر بقت كول معناها بتعمل ايه؟ موف تو انذر بليس. مين اللي هيتحرك وراها؟ الفيش. الفيش خلاص مش لاقيه الفود بتاعها فهتبتدي ان هي موف تو انذر بليس. هيجي السي بيرد هيعمل ايه؟ هي اما موف يا اما ميس ايه؟ ات ويل دور او ذي ويل دور عشان هو مش لاقي مين؟ مش لاقي الفود بتاعه. في مشكله كده؟ قال لي طب بصي يا ميس افهمين الجزء ده مش مين؟ خلي بالك الجزء ده بيجي لي وات هابن وات هابن if the water is a is warm ايه اللي هيحصل يا ميس؟ المايكرو اورجانيزم مالها؟ موف تو water is cooler. طب يا ميس السمول فيش هيحصل لها ايه؟ موف. طب السي بيرد موف اور ايه يا ميس؟ ويل ايه؟ دور. فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ طب دلوقتي يا ميس لو الكلايمت تشينج الجو مناسب مناسب ومستقر تمام؟ هل البوبيوليشن النمبر بتاعهم هيكنز هيحصل لهم انكريز ولا ديكريز؟ انا دلوقتي قاعده متروق عليا وقاعده في تكييف وقاعده في كل حاجه حلوه، ايه اللي هيحصل؟ النمبر كل الناس اللي عايزه تيجي تقعد معايا، يبقى يا ميس خلي بالكم عشان الكويتشن ده بيجي ايه؟ وات هابن وات هابن، ايه اللي هيحصل يا ميس لو الكلايمت تشينج از ايه؟ ست المناسب، ايه اللي هيحصل؟ ذا بوبيوليشن ايه؟ ويل ذا نمبر ايه؟ مش مستقر، هل النمبر بتاعنا هيحصل له انكريز ولا ديكريز؟ دلوقتي الروم اللي انا قاعده فيها دي فيها تكييف فكل ماما وبابا واخواتي بيجوا يقعدوا ايه في الروم هنا تمام؟ الروم دي بقت كلها ايه؟ حوض. هل حد هيبقى موجود فيها؟ يبقى النمبر هيحصل له انكريز ولا ديكريز؟ تمام؟ في مشكله؟ وكده خلصنا الايه؟ الليسن بتاعنا.